واليوم تم مشاركة صيادي 11 جمعية على مستوى الولاية، العدد كان 55 صياد. الصيادين يعني تلقاو تكوين نظري وتطبيقي يشمل عدة محاور، منها أخلاقيات الصيد، منها قوانين الصيد، منها الإسعافات الأولية، أيضا استعمال البنادق والأمور الأمنية. يلزم عليه يكون في إطار جمعوي منظم، إطار فيدرالي، يتلقى تكوين باش يقدر يمارس الهواية تاعو بكل حرية. أشرف على تأطيرهم إطارة محافظة الغابات، حماية المدنية، مفتشة بيطارة، ومختص في الأسلحة والذخيرة، علما أن هذه الدورة سلمت الشق النظري والتطبيقي. درنا الدورة هذه دينا فايدة كبيرة منها، تعلمنا جوانب أمنية في السلاح، كيفاش نستعمل السلاح، كيفاش نمشي مع بعضنا، كيفاش نحمو بعضنا، تعلمنا جوانب فقهية. الموديل اللي رانا فيه اليوم أم يقرأوا فينا السلاح، كيفية حمل السلاح وكيفاش تمشي بسلاح تاعك في الغابة، سي نورمال باش تيفيتي لي زاكسيدون.